الموضوع الثالث يا حضرات بالنسبة للمادة بتاعتنا إدارة الأداء والتعويضات هو الشق الآخر من إدارة الأداء اللي هو التعويضات، ويتمثل في الأجور والحوافز. ومحتويات هذا الفايل أو هذا الملف: ماهية الأجور، تعريف الأجر، أنواع الأجور ومكوناتها، أمثلة على الأجر الفعلي، نظريات الأجور وتطورها مع مرور الزمن، الفرق بين الأجور والحوافز، ثم التحفيز اللي هي نظريات التحفيز وعلاقة التحفيز بالأجور والمكافآت وأثر الحوافز على درجة الانتماء والولاء للمؤسسة، ثم الرضا والأداء، وهنتكلم فيه عن مفهوم الرضا وعلاقة الرضا بالأداء بأنظمة المكافآت اللي هي نظرية الإنصاف. يعني معنى ذلك ان هذا الموضوع يتكون من 3 نقاط رئيسية هي الاجور، ونتكلم تحتها في 5 نقاط، ثم التحفيز ونتكلم تحتها عن 3 نقاط، ثم الرضا والاداء ونتكلم تحته عن نقطتين. في تعريفنا للاجور نشوف اول حاجة الاجر. تعتبر الاجور هو مختلف التعويضات الملحقة بها من اهم الحقوق الاساسية للعامل، كما انها من اهم التزامات صاحب العمل تجاه العاملين. وللاجر طبيعه مزدوجه لما له من جانب انساني وجانب اقتصادي، وتمثل كل من الاجور والرواتب تعويض نقدي مباشر يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمه والتي يعمل بها. الرواتب والاجور متشابهتين في من حيث المضمون، فالرواتب يحصل عليها شغيل الاعمال المكتبيه والاداريه وتدفع على أساس الزمن، أما الأجر يدفع لشغيل الأعمال الصناعية والإنتاجية على أساس كمية الإنتاج. والأجور نوعان: أساسي وفعلي، وهترك لحضراتكم استكمال هذا الموضوع بالتفصيل. شكرا يا حضرات، وربنا يوفقكم.